سلام الله عليكم. نشرة الواحدة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والمستهل بالعناوين: وفد وزاري مهم برئاسة وزير الداخلية يتنقل إلى ولاية الوادي للوقوف على مخلفات حادث تسرب النفط بمنطقة البعاج. المنتخب الوطني العسكري يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركة مشرفة في الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية بروسيا. عشية امتحان شهادة التعليم المتوسط، تحضيرات واستعدادات حثيثة عبر الوطن، ووزير التربية يكشف عن الإجراءات المتخذة لإنجاح الامتحانات وفق بروتوكول صحي صارم. قبلة العائلات الجزائرية، منتزه والصابلات بالعاصمة وجهة للترفيه والترويج عن النفس رغم الجائحة. تفاصيل الواحدة، أهلا بكم. بداية، وصل قبل قليل إلى ولاية الوادي وفد وزاري هام يرأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد كمال بلجود، رفقة وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الحميد حمدان، ووزير الموارد المائية السيد رزقي براقي، ووزيرة البيئة السيدة نصيرة بن حراف. الوفد الوزاري عاين في مستهل الزيارة مخلفات حادث تسرب النفط بمنطقة البعاج بولاية الوادي، حيث استمع إلى الشروحات حول حيثيات الحادث الذي تمت السيطرة عليه من قبل وحدات الحماية المدنية والفرق التقنية التابعة لمجمع سوناتراك. ومن مكان الحادث تلتحق بنا على المباشر مفادة والتلفزيون إلهام عشير. إلهام، هل من مستجدات خلال هذه الزيارة؟ نعم أسيا، وصل للتو الوفد الوزاري الذي يشكل أو يتضمن أو يقوده وزير الداخلية، يتضمن وزير الطاقة، وزير الفلاحة، وزير الموارد المائية، ووزيرة البيئة. الوفد استمع إلى تفاصيل عن الحادث الذي وقع أمس بمنطقة البعاج بأم طيور بولاية الوادي، ومن المنتظر أن تعقد جلسة عمل لتدارس هذا الحادث. على كل، سنوافيكم بكل تفاصيل هذه الزيارة في موعدنا الإخبارية القادمة. إلهام، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من الوادي. هذا وأعلن مجمع سوناتراك في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم عن اتخاذ عدة تدابير وقرارات لمعالجة مخلفات تسرب النفط الذي سجل أمس على مستوى الأنبوب أوكي واحد بولاية الوادي. وتتمثل هذه التدابير في إجراء تحقيق تكميلي لمعرفة وتحديد الأسباب الأخرى الممكنة لهذه الحادثة، وإرسال فريق متعدد التخصص لإجراء تشخيص كامل على طول الوادي من أجل تحديد مدى الأضرار المحتملة على البيئة. كما تشمل هذه التدابير حشد جميع وسائل المؤسسة والفروع التابعة لها حينا لامتصاص وشفط المياه الملوثة على طول الوادي، والمعالجة الكاملة لبقع المياه على طول الوادي والتي يمكن أن تكون ملوثة، وكذلك نقل التربة الملوثة في مكان الحادث لمعالجتها في الوحدات الخاصة للمؤسسة حسب البيان. كما تقرر إجراء مراقبة منتظمة لنوعية المياه الجوفية لمدة سنة كاملة عن طريق وسائل المؤسسة وتسخير قسم المخابر لسوناتراك الذي سيضمن هذه المهمة. ولهذا الغرض يضيف البيان، ستقوم المؤسسة بحفر مجموعة من الآبار التقييمية في منطقة الحادث. وأكدت سوناتراك مرة أخرى أنه تم تجنيد كل الوسائل والإمكانيات لمعالجة آثار هذه الحادثة، وأن الوضع تحت السيطرة الكاملة.
عاد أمس المنتخب الوطني العسكري إلى أرض الوطن بعد مشاركة مشرفة في الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية التي احتضنتها روسيا، وكان في استقبال الوفد بالقاعدة الجوية ببوفاريك الناحية العسكرية الأولى، نيابة عن السيد الفريق اللواء محمد قايدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، مرفوقا بإطارات سامية من وزارة الدفاع الوطني. التفاصيل مع أنيس نزيان. حاملين الراية الوطنية، عاد المنتخب الوطني العسكري إلى أرض الوطن. فكان اللواء محمد قايدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا بإطارات سامية من وزارة الدفاع الوطني في استقبال أبطال الجزائر. باسم السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وباسم الوفد المرافق لي ونيابة عن كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي أن نستقبل هذا الوفد اليوم، هذا الفريق الذين رفعوا الراية الوطنية عاليا بين الأمم في فعاليات الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية بروسيا، ونحمد الله أولا على عودتكم الميمونة إلى بلدكم وأرض الوطن سالمين غانمين. لقد شرفتم حقا بلدكم في هذا المحفل الدولي، وأعطيتم صورة مثالية للجزائر وللجيش الوطني الشعبي على الصعيد العربي والقاري والعالمي، وأثبتتم أنكم كنتم خير سفراء وأحسن ممثلين لشعب بطل وجيش صنديد. عودة الفريق الوطني العسكري إلى أرض الوطن كانت مرفوقة بعدة جوائز بعد احتلال المرتبة الرابعة في اختصاص الفصيلة المحمولة جواً، والمرتبة الثالثة في مسابقة الصديق الوفي، كما تحصل الفريق الوطني على جائزة الفريق المتحد وجائزة أحسن رامي بقاذف القنابل. أفراد بذلوا المجهودات المطلوبة وأكثر لحج ما كان ما بين الدول العظمى في هذه الدورة في هذه الطبعة بظروفها الخاصة. ليختتم استقبال أبطال الجزائر من طرف اللواء محمد قايدي مرفوقا بإطارات سامية من وزارة الدفاع الوطني بتكريمية وعرض لكؤوس وألقاب من شرفوا الراية الوطنية. إلى الحدثية التربوية الآن، حيث كشف وزير التربية الوطنية السيد محمد وجعوط عن جملة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عشية امتحان شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا مع الالتزام بالبروتوكول الصحي الذي تم وضعه خصيصا من أجل إنجاح هذين الموعدين المصيريين. تقول صبري نسل. يمتحن بعد غد ما يقارب 670 ألف تلميذ لنيل شهادة التعليم المتوسط، وحوالي 640 ألف آخرين سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا على مدار 5 أيام ابتداء من 13 من الشهر الجاري. إن وزارة التربية الوطنية أنهت جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالامتحانين في جميع مراحلها ابتداء من توزيع المترشحين على مراكز الإجراء إلى عملية التصحيح وإعلان النتائج، وهي في أتم الاستعداد لتنظيم إجراء الامتحانين. والأمر الجديد خلال امتحاني هذه السنة هو تجريم الغش بجميع أنواعه، والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية. إجراءات وقائية صارمة ستطبقها وزارة التربية الوطنية للحد من انتشار كوفيد-19. التزمت الدولة بتوفير جميع المستلزمات والوسائل الوقائية على مستوى جميع المراكز. 4 بروتوكولات وقائية صحية أعدت من طرف وزارة التربية الوطنية وصودق عليها من طرف اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وسيعلن عن نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط نهاية الشهر الحالي والبكالوريا أسبوعين بعد إجراء الامتحان. وتحسبا لهذين الامتحانين وتنفيذا للبروتوكول الصحي، تم تسليم 10,000 قناع واق لمديرية التربية لولاية مستغانم في مبادرة من مديريتي السياحة والبريد. تقول كاميليا حمو. بعد الانتهاء من صناعة هذه الوسائل الوقائية، تم تسليمها لقطاع التربية الوطنية لولاية مستغانم تنفيذا للبروتوكول الصحي الخاص بامتحانات نهاية السنة. في إطار اتفاقية ما بين اتصالات الجزائر وغرفة الوطنية لصناعة التقليدية والحرف، على أن تسلم غرفة صناعة التقليدية لولاية مستغانم الحصة الأولى 10,000 قناع واقي. نشيد ونثمن كل جهود الحرفيين والحرفيات منذ بداية الجائحة. في الأيام القادمة سوف نقوم باستلام حوالي 12,000 كمامة من أجل تقسيمها وتوزيعها على مقبلين على شهادة البكالوريا، وهذا تجسيدا لمبدأ اتصالات الجزائر أو القاضي بجعل مؤسسة اتصال الجزائر كمؤسسة مواطنة. أخذنا كل الإجراءات اللازمة، عيننا كامل المراكز عندنا في البكالوريا، يعني 37 مركز، عندنا في التعليم المتوسط 46 مركز، عندنا تعداد التلاميذ يعني اللي رايحين يجتازوا البكالوريا 9662 مترشح، عندنا تعداد التلاميذ اللي رايحين يجتازوا البوام يعني بصورة إجمالية 12800. وعليها الوقاية تبدأ من التلميذ وتنتهي بإجراء الاختبارات المصيرية في جو صحي وآمن. بدورها تستعد ثانوية فاطمة سومر بتيزي وزول استقبال المترشحين ببروتوكول صحي يتضمن جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار وباء كورونا. ليندا مكي تفصل. ضمن بروتوكول صحي صارم تستعد ثانوية فاطمة سومر بتيزي وزو لاستقبال التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا. كلها لا ريفيزيون هيكي خاطر خمسة وقول أنا جيو نغرى رديس أنا حواجي تسيوا كنا دنمشتيني نغرى قعضاني أنا قلع غدي لكولا ويفع دغفوا ونتقاري فريق بويرانا أعطي مكتين الشيخ غفين نغرى برمي تيمست ودوزيام تيمست، والحمد لله المراجعات تتم في ظروف وقائية والحمد لله. نتمنى أن تزول علينا هذه الجائحة في أقرب الآجال. بالنسبة للمراجعة فهي تحضير نفسي للتلميذ، لأنهم 12 مارس وهو قاعد في الدار، دونك هنايا لا بريز اون شارج بسيكولوجيك دو لونفون اي دو ليليف اي دو كانديدا او باك اي بريمورديال. ولأن الجانب النفسي يلعب دورا هاما في تحقيق النجاح، سيحظى المقبلون على البكالوريا بمتابعة نفسية خاصة. لازم تعرفوا بأن امتحان البكالوريا هو امتحان عادي مثل الامتحانات التي كنتم تجروها خلال السنة الدراسية. نحن إذن هنا لنرافق التلميذ نفسيا أولا، لأنه انقطع عن الدراسة لمدة أشهر طويلة، نحاول إذن أولا أن نرفع من معنوياته. مثل ماذا وساند في كنفذ جرزن إلي زيلا فاقينا يوكن أسنكسل استراسة جير كلي. أيام قلائل فقط تفصلنا عن امتحان مصيري، إذن فكل توفيق لأبنائنا. وفي إطار التدابير التحضيرية لإجراء الامتحانات الخاصة بشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، تتضافر جهود مختلف الهيئات ببشار للسهر على صحة التلاميذ والمؤطرين ضمن البروتوكولات المعتمدة للعملية. محمد بختة. تتواصل عمليات التعقيم وتحضير المؤسسات التربوية المعدة لإجراء شهادتي المتوسط والبكالوريا عبر كامل إقليم ولاية بشار. كما راكم الآن وقفتوا على بداية العملية الخاصة بالتعقيم اللي هي ربما عملية النظافة وما يتعلق بها من نظافة داخلية وخارجية كان شرعنا فيها في الأيام القليلة القادمة، والآن رانا نتواصلوا في عملية التعقيم اللي هي العملية النهائية اللي نتقبل فيها أبنائنا التلاميذ. هذا عمل يدخل في إطار العمل التضامني للمجتمع المدني، لأن محاربة كورونا تعني الجميع، صحة أبناءنا تهم الجميع. تكتل بشار ضد كورونا
إطار جمعوي أخذ على عاتقه مختلف الإجراءات الخاصة بتعقيم وتنظيف مؤسسات الإجراء وتوفير الظروف أمام التلاميذ والأساتذة لإتمام الامتحانات. ما يربو عن 15,000 تلميذ مرشح لشهادتي المتوسط والبكالوريا استفادوا من دروس المراجعة والتحضير النفسي. نشرف هذه الجمعية اللي قامت بتعقيم مدرسة، وإن شاء الله نفوتوا دورات شهادة تعليم متوسط. الحمد لله على المبادرة اللي قام بها الجمعية، وكانت كيف كانت المراجعة الدروس كانت في متناول الجميع. الإجراءات هذه المطبقة من خلال تعقيم الأيادي ولا الأرجل كذلك، من خلال التباعد، من خلال ثاني ارتداء الكمامات، ويعني المديرية سهرت على يعني توفير هذا كل الحاجيات هذه. هذا ونشير إلى أن كل الظروف هيئت من أدوات صحية وإجراءات وقائية أمام التلاميذ والمواطنين. رحاب مالكي التلميذة النجيبة أنموذج للتفوق والنجاح تواصل تحضيراتها لامتحان شهادة التعليم المتوسط المجهود بمتوسطة دحاوي يحيى بولاية النعمة. مصطفى بن دينا. من متوسطة دحاوي يحيى بمدينة النعمة، رحاب المتوجة بالمعدل الأعلى في الامتحان التجريبي لشهادة التعليم المتوسط تواصل العمل، فلا تاج يضاهي تاج التفوق في طلب العلم والتحصيل. المراجعة لها أهمية أكثر، لكن ما يكونش وقتها فوق اللازم. إذا كان وقتها فوق اللازم مش راح يكون عندها نفع. رحاب لم تنقطع نهائيا عن الدراسة، وبعون الله وبجدها ومثابرتها أيضا تحصلت على المرتبة الثالثة وطنيا. قسمي في بيتي مبادرة فعالة صنعت الإضافة وجلبت اهتمام الأسرة التربوية بالنعامة وغيرها من الولايات. هذا البرنامج التعليمي عرف مشاركة أكثر من 1,100 مشارك من 46 ولاية. إذن تلميذة رحاب تلميذة نجيبة تحصلت في الامتحان التجريبي الإلكتروني على معدل 18.52. نتمنى لها التوفيق وإن شاء الله تحصل لنا في شهادة التعليم المتوسط على معدل 19. بالمتوسطة رحاب في تأقلم مع إجراءات البروتوكول الصحي، وفي البيت وقت للراحة وفترتان للمراجعة والمطالعة. ووسط إجراءات احترازية وقائية شرعت مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر في فتح مكتباتها أمام المواطنين تحسبا للدخول الاجتماعي. بهي مقراني. هكذا استقبلت كل من المكتبة المركزية والمركز الثقافي مصطفى كاتب مرتاديها وقراءها بعدما تم غلقها خلال فترة الحجر الصحي. أنه بشر الجميع الطلبة وهم مقبلون على شهادة التعليم المتوسط والنهائي بالنسبة للبكالوريا بأن المؤسسة تبقى في خدمتهم مع تمديد مواقيت العمل إلى غاية الساعة 8 ليلا. الطلبة استحسنوا كثيرا عملية بعث نشاطات المكتبات. رانا فرحانين دوكا كي عودة تحلت المكتبة، و يعني بسبب هذا تاع الحجر الصحي عطلنا على بزاف امور ومنهم الدراسه والمطالعه انا شاهدوا باللي محافظين على الوقايات الاحترازيه قبل ما ندخلوا. عندنا لو تابي، عندنا لو جال، عندنا لا تمبيراتور يقيسوها لنا، ودايرين ايضا التباعد الاجتماعي. ومؤسسه توفر على كتب عديده، الا انه لاجراءات صحيه ووقائيه اللمس ممنوع. يعني احنا معتادين انه يكون اعاره الكتب مؤقتا ريثما رب العالمين يرفع لنا هذا الوباء هذايا، اعاره الكتب متوقفه. إذن هي دعوة من مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر لكل الطلبة والقراء والباحثين للالتحاق بمكتباتها. في تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت أمس 304 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45773 حالة مؤكدة.
في حين يزداد عدد المتمثلين للشفاء يوما بعد يوم، حيث بلغ 32,259 حالة، من بينها 253 حالة تمثلت أمس للشفاء، فيما سجلت أمس 8 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1539 وفاة، رحمهم الله جميعا. أشرف اليوم الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية السيد الهاشمي عصاد بحضور وسيط الجمهورية السيد كريم يونس، أشرف على تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية المكونة من 11 عضوا يترأسهم يوسف نسيب. كما تمت المصادقة الجماعية على القانون الداخلي الخاص للمسابقة، ويسمح للمحافظة كطرف منظم بالشروع رسميا في عملية بث وتوزيع نداء المشاركة عبر وسائل الإعلام الوطنية، لا سيما التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية. يأتي إحداث هذه الجائزة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي أضفى الموافقة على اقتراح تقدمت به المحافظة السامية للأمازيغية المتضمن أهمية تأسيس جائزة تقديرية تخضع لأسمى تقليد في الدولة تخصص للغة الأمازيغية في الجزائر، والتي تهدف إلى تشجيع البحث والإبداع بمردوده النوعي الهادف إلى إثراء اللغة الأمازيغية والإسهام في نشرها وترقيتها. شرع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بولاية ورقلة في العمل على تطبيق خدمة إرسال شهادات التصريح بالعطل المرضية عن طريق شبكة الإنترنت من طرف المؤمنين اجتماعياً الناشطين مباشرة من مكان تواجدهم. التفاصيل مع هاجر بن كران. الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يضع خدمة إلكترونية تمكن المؤسسات والمؤمنين المنتسبين لهذا الصندوق الوطني إرسال شهادات التصريح بالعطل المرضية عن طريق الإنترنت، والبداية بالنسبة لولايات الجنوب الشرقي كانت من وكالة ورقلة. كل مؤمن اجتماعي ناشط في حالة مرضه هناك مراحل يقوم بها، يسجل روحه، يقوم بتدوين بعض المعلومات ثم يدونها على حساب الآخر، وثم يقوم بتصوير شهادة العمل وبعثها عن البوابة تاعنا اللي هي الهنا كناس.ديزت. العملية تدخل في إطار تطوير منظومة الضمان الاجتماعي والتسريع في معالجة الملفات ودفع حقوق المؤمنين. أشيد بالخدمة الجديدة التي قدمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي في إطار رقمنة وتقريب الخدمة من المواطن واختزال للوقت والمسافة خصوصا في الجنوب. يعني في البيت نتاعو يقدر يرسل ويتواصل ويتفادى يعني هذيك كما نقولوا حنايا ضياع الاوراق ولا الحاجه، معناها كي يكون الكترونيا يكون اضمن. كما تم تنظيم ايام تكوينيه لفائده رؤساء مراكز الدفع لتزويدهم بمختلف المعلومات عن العمليه، والذين يقومون بايصالها الى الاعوان المعنيين على مستوى تلك المراكز. نظمت جمعية الرفق بمرضى السرطان رفقة جمعية الأمل الرياضية حملة للتبرع بالدم دعما لبنك الدم الذي عرف نقصا بسبب جائحة كورونا. دار الماضي تفصل. مع إعادة إطلاق حملة التبرع بالدم، حرص كبير لمسناه لدى المواطنين لرغبتهم في التبرع بعد عزوف الكثير منهم بسبب جائحة كورونا. ماذا بنا اي انسان نعاونو خصي، اي انسان يحتاج تبرع في ناحيه الدم ولا في اي حاجه، والله خصي انا من جهتي والله غنتبرع خصي. وماذا بنا لو كان الناس كيشوفونا ديجا رانا فين بلاصات هكذا، مي يشوفوا راهم يتقربوا راهم يجوا، وكاين طبيب لهنا يدير لك دابور لاتونسيون كيما انايا صابني 10 ونص قال لي ما نحيلكش، قال لي زيدي ريحي شويه. هذه المبادرة ساهمت فيها جمعيات عديدة. احنا نظمناها في النقص تاع الدم في المستشفيات، وهذا راجع لجائحة كورونا، الناس ولات تخاف يعني باش تتقدم للمراكز حقن الدم باش يمدوا الدم. فيه الناس متبرعين كثير،
يعني بدينا يعني كامل بالجمعيه ديالنا بالمؤطرين ديالها يعني حتى الرياضيين انا جبناهم اليوم كامل ابطال الجزائر. لازم تحركوا باش نجمعوا قد المستطاع في مصلحه المريض. العمليه هذه ستعرف حملات اخرى واسعه للتوعيه والتحسيس. في إطار الحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك الولاد، استلم اليوم والي بشار الجديد محمد بالكاتب مهامه خلفا لمحمد مباركي. دوليا وفي الشأن الفلسطيني، أصيب شقيقان فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص خلال عودتهم من مكان عملهم قرب بلدة حبلة في محافظة قلقيلية. وفي سياق متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية. هذا وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن أمس عن تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا. أخبار دولية أخرى نتابعها مختصرة مع إيمان بالمولود. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل ما يقرب 9000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة، وهي حاصلة قياسية تسجلها البلاد منذ بداية انتشار الوباء. الوضع لا يختلف كثيرا بروسيا الذي فاق عدد المصابين بها 5000 معظمهم بالعاصمة موسكو. قرر مجلس الأمن والدفاع في السودان إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر على خلفية الفيضانات الأخيرة التي أودت بحياة ما يقرب 100 شخص، حيث تجاوزت الأمطار المتساقطة الأرقام القياسية مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع في الأيام القليلة القادمة. حثت السلطات اليابانية المواطنين على توخي الحذر مع وصول إعصار هايشن جزيرة أوكيناوا. الإعصار الذي يعد العاشر الذي يضرب اليابان هذه السنة قد تصل سرعته إلى 300 كيلومتر في الساعة. ونختم النشرة من منتزه الصبلات بالعاصمة الذي يعد من أفضل الوجهات المفضلة للعائلات. محمد ياسين نقاش والتفاصيل. منهم من أتى من أجل الرياضة، البعض الآخر للتنزه، وآخرون نقلوا الأجواء العائلية من داخل المنزل إلى المنتزه، والأطفال هم المستفيد الأكبر في هذه الخرجة. لعب ومرح وجري في كل الاتجاهات. جينا ندورو خاطش عندنا شحال عندنا من ماخص حنايا في الدار وكذا، انا جينا مور الحجر الصحي. من جا هذا الوباء ما خرجناش من الديار، جينا نبردوا قلوبنا هنا نصيفوا على باك البحر. ومن بدل شويه هو تسولاجي شويه راك تعرف. ايه بزاف في الدار 5 شهور وحنا مخزونين. الله يجعل ربي يرفد علينا هذا الضر هذا البلاء. هذا نحوس نلعبوا نحو على خاطرنا، كانت الكورونا ان شاء الله تراح علينا. اذا هكذا هي امسيه منتزه صبلت، الكل يجد راحته والكل مدعو لزيارته، لكن قبل ساعة الغلق العاشرة ليلا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وفد وزاري مهم برئاسة وزير الداخلية يتنقل إلى ولاية الوادي للوقوف على مخلفات حادث تسرب النفط بمنطقة البعاج. المنتخب الوطني العسكري يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركة مشرفة في الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية بروسيا. عشية امتحان شهادة التعليم المتوسط تحضيرات واستعدادات حثيثة عبر الوطن، ووزير التربية يكشف عن الإجراءات المتخذة لإنجاح الامتحانات وفق بروتوكول صحي صارم.
قبلة العائلة الجزائرية منتزه والصابلات بالعاصمة وجهة للترفيه والترويح عن النفس رغم الجائحة. نهاية النشرة، تحياتي تحيات الفريق العامل معي في أمان الله.